تمام كده يا احمد، تمام كده. طيب نبدا ناخد اسئله كده، اللي عايز يسال في حاجه معينه الاول الناس كلها تقفل المايكات بتاعتها، هنبدا بمحمد شريف. محمد عندك استفسار؟ لو عندك قول لي، افتح المايك واتكلم. طيب ها محمد، هو لسه بس معلش والله استفسار بسيط. هو انت حضرتك كانت تحليل امبارح يعني اول امبارح حليت له على الوحده بس، ده انت بقى لما تحل معاها هتحل على كل الموشن بلا سيرف موشن؟ هجيب كل الاسئله، حتى السكيلز. يعني احنا هناخد اليونت كامل، نخلصه. مثلا اليونت فيه 300 جمله، هناخدهم كلهم، هنحاول ان احنا نحلهم كلهم. طبعا انت هتراجع الوحده الاول، النظام هيبقى كالتالي. انت المفروض هتراجع الوحده النهارده مثلا، الوحده الاولى بس، وبعد كده نبدا بقى نحل عليها ال 300 جمله اللي هم في الكتاب دولت. وكل جمله مثلا صعبه هنقف عندها شويه، يا جماعه دي كذا عشان كذا، وهشرح دلوقتي بمثال. يعني هوريك دلوقتي مثال، بس تابع معايا. حتى عشان مش سؤال انا كنت بقول عند مستر هنا في البلد بتاعنا، كان المستر بصراحه بيجيب لنا يعني جمل بيقول لك دي ما فيش غير في الازهر، هو الازهر كله جمل معقده، الازهر كذا والله عقد لي. بص 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 بص، عشان بس تدي فرصه لزمايلك، انا بقالي 20 سنه في الازهر، هجيب لك الامتحانات وانت هتشوف بنفسك، انت هتحكم بنفسك. الموضوع سهل مش صعب، بس محتاج شويه تركيز وشويه خبره بس، وهتلاقي الدنيا معاك زي الفل. يعني ما تقلقش، ان شاء الله هنتكلم في الموضوع ده. طيب تحت امر دلوقتي. اسلام محمد، يلا اسلام لو عندك استفسارك افتح المايك وكلمني. يا مستر هينفع حوالي مره واحده مثلا، عشان بدل ما ادفع فودافون كاش يعني كل مره الله ببعت عليها خمسه زياده. جميل 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 الاستفسار ده، جميل. ايوه ممكن تبعت مره واحده، لا بدل ما تبعت كل مره وتدفع 5 جنيه زياده مفيش مشكله. ممكن تحول الترم الاول اللي هم 6 حصص مثلا، ولما يخلصوا، لما الكتاب بتاع الترم الاول يخلص، تحول 6 حصص للترم الثاني مثلا. يعني 6 حصص دول. تمام. انا عايز واحد بس اللي فاتح المايك والباقي كله قافل، علشان بس الناس تستفاد. هيضطر لحد كام مثلا؟ الست حصص دولت اللي هم ال6 وحدات، يعني هنحاول ان احنا نخلص الوحده في حصه ان شاء الله. الوحده في حصه صح؟ ان شاء الله ان شاء الله. 60 جنيه بالظبط. نعم؟ نعم؟ يعني 60 الترم الاول بحوالي 60 جنيه. ده الترم الاول اللي هم ال6 حصص ب 60 جنيه، ايوه مظبوط. طيب لو حد عنده استفسار تاني ممكن يكلمني عادي. مستر ايوه يا اسلام، الحصه تفضل مسجله لحد مثلا لحد امتى تفضل الحصه مسجله؟ مثلا في ناس مأجله وبيجي. انا هبقى هكون مسجل الحصص وهعمل لها روابط خاصه على التليجرام، واللي هيطلب مني الحصه هبعت له اللينك بتاعها. يعني قصدي هسجلها على اليوتيوب نظام خاص، واللي هيعوز اللينك هبعت له اللينك بتاعها يعني. تمام يا مستر. طبعا انا بسجل البيانات عندي، زي كده. وبرده لو عايزه تكتب الاستفسار هنا مفيش مشكله، ساره كده كتبت اهي. تمام. لو عايزه اي استفسار يا ساره اكتبيه وانا احاول ابص عليه كده. تمام. بالنسبه لبعض الملاحظات اللي هتبقى على الجروب، المجموعه هيبقى تليجرام مش واتس، علشان بس الناس تبقى معايا. الجروب اللي احنا هنعمله للمجموعه بتاعه حل كتاب المرشد ان شاء الله هيبقى تليجرام مش واتس، فيبقى المفروض يبقى تبقى انت مسطب عندك التليجرام. كمان بنشتغل على برنامج جوجل ميت، اللي احنا شغالين عليه ده، انا كنت باخد الدراسات العليا في عندنا هنا في الجامعه، وبصراحه الجامعه كلها شغاله بيه لانه خفيف جدا وسريع الى حد ما، والصوت فيه واضح ونقي. وكمان ممكن اشارك الشاشه معاكم لو احنا محتاجين اي حاجه ممكن اكتبها. نعم يا محمد. الزوم انا اشتغلت عليه، والتيمز انا اشتغلت عليه، بس انا الجوجل ميت شغال عليه من اول السنه، ومعايا ناس شغالين بيه من اول السنه، والدنيا ماشيه تمام التمام. يعني في كمان ملحوظه عايز اكد عليها شباب، ان الميعاد بتاع الحصه نحاول ان احنا نلتزم بيه جدا. يعني ميعاد الحصه انا اللي اشتغل معايا قبل كده، انا ميعادي 9، يبقى 9 ل 5 ببعت اللينك. انا زي ما بعت على الجروب دلوقتي، يا جماعه انا عامل لايف الساعه 10، يبقى معلش ناصر ممكن تقفل المايك. ناصر اقفل المايك بعد اذنك. قلت الميعاد الساعه 10، يبقى الميعاد الساعه 10 بالظبط. ما ينفعش ان تجي لي 10 و5 او 10 و10، يعني تحاول على قد ما تقدر تظبط امورك بحيث ان الحصه تبدا في ميعادها ان شاء الله، او المحاضره اللي احنا ناخدها الساعه ونص بتوعنا يبقى انت موجود معايا.
طيب ساره بتقول دلوقتي مستر انا معايا العمالقه ترمين وماي نيو فريند بس وما بداتش الماده يعتبر، وانا عايز اقفلها بعد توفيق ربنا كده، اشتري المرشد ولا ايه؟ واعمل ايه علشان اكون تمام في الماده؟ علشان انا تهت كتير بسببها وبالنسبه للقصه والمهارات. طبعا يا ساره واحده واحده كده معاكي علشان بس ارد على استفسارك. اللي معاه العمالقه واللي معاه ماي نيو فريند ده خاص بيكي انت، انا مش بتكلم فيهم، انا مش هحل العمالقه طبعا ومش هحل ماي نيو فريند، انا بتكلم في المرشد. المرشد الى حد ما الماده العلميه اللي فيه كويسه جدا ومناسبه جدا للازهر، وخصوصا ان هو جايب او سرد فيه كل اسئله السنين اللي فاتت بحيث ان احنا نعرف افكار. انا اهم حاجه عندي ان انا اعرف افكار المستشار بتاع الماده اللي في قطاع المعاهد الازهريه، انا ماليش دعوه باي بني ادم تاني، انا كل سيستمي وانا بذاكر بركز مع مستشار الماده، لما بيحط السؤال في الجزئيه دي بيحطه عامل ازاي، وهل يا ترى انا لو السؤال ده اتحط قدامي في ورقه الامتحان هعرف احله ولا لا؟ هي دي الفكره. تمام كده؟ طيب يعني بتقولي اشتري المرشد ولا لا؟ المفروض ان احنا هنشتري المرشد عشان نحقق اقصى استفاده. لو انت هتشتركي معانا في الجروب بتاع الحل يبقى لازم تشتري كتاب المرشد، تحاول ان يكون معاكي علشان تحقق اقصى استفاده. بتقولي لي يعني لما اجي اذاكر منين علشان اكون لما الماده؟ لما تيجي تذاكري المفروض ان انت لو كنت خدت درس المفروض المستر بتاعك كان شرح لك مثلا يونت 1 يونت 2. انا طبعا شغال مع ناس من اول السنه بشرح لهم يونت 1 ويونت 2 ويونت 3 كل الحاجات. بتقولي لي يعني لما اجي اذاكر منين عشان اكون لما الماده؟ هذاكر من المذكره اللي انت بدات منها. انا قلت لك الناس اللي شغالين معايا كنت ماشي معاهم كالتالي، كنت بشرح اليونت بالكامل وبنحل عليه بالكامل، وبشرح القصه بالكامل وبنحل عليها بالكامل، وبعد كده بناخد امتحان شامل على اليونت ده، وكذلك يونت 2 وكذلك يونت 3 وكذلك يونت 4. في ناس وصلت معايا دلوقتي لحد يونت تقريبا 8 او 9، هنبدا في 9 ان شاء الله، فاضل لهم 3 وحدات بس ويخلصوا المنهج. طبعا بالنسبه لهم هيبقى الموضوع سهل لان هم بقى عندهم حصيله وعندهم ارضيه، بسالهم باستمرار وما اعرفش انت شغاله مع مين من اول السنه، فانت تحاولي تلمي دنيتك بحيث بقى لو انت عايزه تراجع كويس ذاكري يونت 1 كويس جدا، راجع الجرامر اللي فيه، اقرا الكلمات اللي فيه كويس، وبعد كده نبدا بقى ان احنا نحل عليه، ولو في اي جزئيات صعبه او فنيات هحاول اقول لكم عليها واشرحها لكم اول واحده حاجه بحاجه. يعني واحد بيقول لي يسري بيقول لي القصه ما مش مظبط فيها مستر القصه. انا كنت عامل في ناس بتاخد معايا قلنا برضو برايفت اللي القصه بس، يعني بياخد التشابتر وحل على التشابتر ومن كتاب المدرسه ومن ملخصات خارجيه. دي برضو قصتك يا يسري، ما اعرفش مين اللي سال السؤال، بس القصه دي لازم تذاكرها كويس. اول حاجه علشان اذاكر قصه كويس لازم اكون فاهمها بالعربي. انا عملت فيديوهات على اليوتيوب لشرح القصه بالعربي تشابتر بتشابتر، ممكن ترجع لها. كمان عملت سلسله لسؤال وجواب على القصه تشابتر بتشابتر برضو، عملت تقريبا على كل فصل حوالي 30 سؤال خاصين بالازهر. مفيش ولا مدرس على اليوتيوب عمل اللي انا عملته اعتقد، يعني انا شفت كتير بس مفيش حد عمل سلسله كامله للقصه ترجمه باللغه العربيه، وكمان سلسله كامله للقصه اسئله وبي دي اف. كمان البي دي اف موجود عندي لو حد عايزه. يسري بيقول اتكلم في البي دي اف. البي دي اف انا القناه وقفت عليها الارباح علشان الارباح اليوتيوب، انا سالت فيها شيوخ وكده وقالوا لي ان هي فيها شبهه، وانا بصراحه اتجنبت الشبهات دي، فعلشان انا مجهود ليل ونهار بشتغل في البي دي اف ده، بكتب كل حاجه بايدي، بنسق كل حاجه بايدي، شغلي انا اللي بعمله، حتى القناه انا اللي مشرف عليها اشراف كامل، الجروب التليجرام انا اللي مشرف عليه اشراف كامل، فانا عامله يبقى حاجه رمزيه، دعم رمزي للقناه. اعتقد الترم الاول تقريبا عامله ب 15 جنيه والترم الثاني ب 15 جنيه، الى حد ما الدنيا مش صعبه قوي انك تاخد القصه بالكامل، ممكن تطبعها وتخليها عندك في البيت في فايل بحيث تبص عليها في اي وقت انت محتاجه الى حد ما، ويبقى برضو انت استفدت وانا استفدت برضو شويه نتيجه المجهود والشغل، وان انا طول النهار او طول الوقت سايب كل حاجه ومتفرغ للقناه وللبي دي اف وللحاجات دي، فلازم يبقى في مقابل، لان من غير مقابل بيبقى الموضوع صعب شويه. طيب القصه فاضل الفصل 12 سؤال وجواب. اسامه بيقول لي القصه فاضل الفصل 12 سؤال وجواب يا مستر. بالنسبه للفصل 12 والله لو عندي وقت، لو عندي ساعه واحده بس هشتغل فيها، يعني انا النهارده الساعه اللي فاضيه عندي لسه انا مخلص اونلاين من شويه، فالساعه اللي فضلت عندي
عملت لايف على الجروب اهو، ولو في وقت هحاول اعمل الفصل ال 12 ان شاء الله وانزله برضو على القناه بحيث يبقى موجود للجميع. طيب اسلام بيقول لي الكلام ده موجود عند حضرتك على اليوتيوب؟ ايوه اسلام، كل الحاجات دي موجوده. انا هوريك دلوقتي القناه سريعا كده، نبص مع بعض. لو فتحت اليوتيوب هتكتب بس في اليوتيوب هنا مستر محمد عاطف، هتكتب بس مستر محمد عاطف، وادي القناه هتتك عليها. وبعدين علشان ما تتوهش مني خش على حاجه اسمها قوائم التشغيل. قوائم التشغيل يبقى عندك الصفحه الرئيسيه وعندك الفيديوهات وعندك قوائم التشغيل. في قوائم التشغيل دي هتلاقي القناه متنظمه جدا معاك، لو انت عايز مثلا حل كتاب المرشد، لو انت عايز اسلامك سيلكشن الادبي، لو انت عايز شرح وترجمه روايه امال عظيمه، دول 12 فيديو. لو انت عايز المستر بيحل باراجرافات، عملت باراجراف السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، ممكن تراجع. لو انت عايز الاسئله المهاريه في اللغه الانجليزيه، لو انت عايز حلول الورك بوك، ارجنت نيوز، سلسله سؤال وجواب، حل كتاب جيم، معلومه انجليزيه على السريع، امتحانات بوكلت للازهر علمي وادبي، امتحانات وحدات صعبه للتربيه والتعليم، شرح منهج اللغه الانجليزيه 21 فيديو كامل، شرح قاعده اف، سؤال علامات الترقيم، انطق صح، حلول امتحانات اكزامز انسرز، شرح سلسله ماضي بسيط. عندك سلاسل كثيره جدا على القناه، ممكن تتابع معايا عادي، ما فيش اي مشكله. طيب واحد بيسال تاني، عائشه بتقول هو حضرتك هتحل ازاي بكره؟ حضرتك هتحل واحنا هنسمع ولا ايه؟ والمفروض اعمل ايه قبل الحصه عشان اكون ملمه لكل حاجه حضرتك بتقولها؟ تمام اسلام بيقول لي شكرا. ماشي، شكرا ليك يا اسلام، شكرا لله. عائشه بقى بص يا ستي، ناخد مثال كده على اللي احنا هنعمله بكره. مثلا انا لو فتحت دلوقتي زي مثلا الكتاب اهو، الوحده الاولى زي ما احنا شايفين كده، ده اليونت الاول، طبعا هو جايب فيه شويه كلمات هنحاول ان احنا نراجعها بقى مع نفسنا كده شويه الكلمات دي. طبعا انا معايا الكتاب في البيت ابقى مذاكرها كويس. وبعدين نيجي هنا مثلا على يونت 1، كاتب لي هنا مثلا كلمه اسمها سوشيبل. سوشيبل يعني اجتماعي، شخص اجتماعي. والمضاد بتاعها او الاوبزيت بتاعها حاجه اسمها انسوشيبل. انسوشيبل يعني غير اجتماعي، سوشيال يعني اجتماعي، سوسايتي يعني مجتمع، والمرادف بتاعها كوميونيتي. سوشيال ميديا يعني وسائل التواصل وميديا. طيب تعال بقى نحل على الكلام ده. لما يجي لي جمله يقول لي ايه؟ My cousin is very space. She loves meeting and talking to new people. ودي جت ازهر 2013. طب يا ترى well organized ولا conscientious ولا sociable ولا ambitious؟ انهي واحده في دول هتبقى صح؟ طبعا لو انا بصيت للجمله كويس هقول بنت عمي هي اجتماعيه، هي بتحب الاجتماعات والكلام مع الناس، يبقى طبعا هتبقى سوشيبل. هقوم انا معلم هنا على كلمه سوشيبل. طبعا انت معاك كتابك هتعلم على كلمه سوشيبل اللي هي دي كده. طيب بعد كده My brother is more space than me. He gets on with everyone he meets. برضه هتبقى كلمه سوشيبل. يعني ايه الكلام ده؟ هو بيديني تمرين عشان لو جات لي الجزئيه دي في الامتحان ابقى عارف كلمه سوشيبل معناها ايه. My brother is more يعني اخويا اكتر ايه مني. He gets on with everyone he meets، هو بيتواصل كويس جدا مع اي حد يقابله، طبعا برضه هتبقى كلمه سوشيبل. طيب رقم ثلاثه Space media has become the main source of news. طبعا دي سهله بالنسبه لنا، لو جات لي في الامتحان هتبقى سوشيال ميديا مش سوشيبل، هتبقى سوشيال ميديا. يعني ايه كلمه سوشيال ميديا يا مستر؟ يعني وسائل التواصل الاجتماعي، اصبحت مشهوره جدا او مصدر معلومات مهم جدا. جمله رقم اربعه مثلا If you are friendly and like to be with other people، لو انت ودود وبتحب تكون مع الناس، then you are برضه هتبقى sociable. لو انت بتحب تكون مع الناس كتير هتبقى انت sociable. هنبدا بقى احنا نعلم في كتابنا، طبعا معاك الكتاب وفاهم الجمله معناها ايه. لو في جزئيه ما انتش فاهمها بتفتح المايك وتقولي لي معلش يا مستر بس دي نعمل فيها ايه؟ طب دي جت ليه؟ هحاول ان انا اوضح لك القصه دي. طبعا كل حاجه مكتوبه فوق، هنذاكر ده كله. طبعا بقى الكلام ده هيبقى بسرعه شويه بكره علشان نلحق نخلص كميه كبيره، اليونت فيه اكتر من 300 جمله، هنحاول ان احنا نعمل بقى الكلام ده واحده واحده مع بعض او اسرع شويه بحيث ان احنا نغطي كم كبير جدا في الحصه علشان الحصص ما تبقاش كتيره، قلنا عايزين نخلص ان شاء الله في حصه واحده. طيب اسلام بيقول ده يا عيشه الكلام اللي احنا هنشتغل فيه بكره. ساره بتقول لي مستر الكتاب عامل على كل وحده فصل قصه مع اليونت ولا ايه؟ احتمال نخلص المنهج امتى؟ دي ساره اللي بتتكلم. بص يا ساره، هو الكتاب اعتقد ثواني هبص فيه بس كده واقول لك هو فيه قصه ولا لا.
هو الكتاب فيه يا ستي يونت 1 لحد يونت 6، وبعد كده دايالوج، وبعد كده كومبريهنشن، وبعد كده اسلامك سيلكشن، وبعد كده نوفل. ايوه في نوفل اهوت، اعتقد في من شابتر 1 لشابتر 6، وفي باراجراف، وفي ايميل، وفي ترانسليشن. طب نبص كده على الجريت اكسبكتيشنز صفحه 233 233. مديني هنا شويه حاجات عن الجريت اكسبكتيشنز او امال عظيمه، مديني الكلمات بتاعه الشابتر 1 اهوت، ومديني ملخص للفصل، ومترجم فيه شويه كلمات كده برضو صعبين، وبعد كده مديني اسئله واجابات، بس الاجابات مش مترجمه طبعا. البي دي اف اللي انا عامله مترجم السؤال كلمه كلمه، ومترجم الاجابه كلمه كلمه، بحيث انك تراجع عليها بسرعه. كمان مديني برضو في 237 جمل وردت بكتاب الطالب فيها تشوز على الشابتر، وبعد كده في اسئله برضو على الشابتر، وتمام كده. يبقى هو مديني كلمات، مديني شرح بسيط كده، مديني اسئله اختياري، ومديني اسئله مقالي، ومديني ده على كل تشابتر. هو ماشي كده، الست فصول مظبوطين موجودين في الكتاب ده. ده بالنسبه لساره. اسامه بيقول لي يا مستر الترم الثاني نزل ولا لا مرشد؟ هو الترم الثاني انا اتواصلت معاهم في القاهره، قالوا لي هو ان شاء الله في خلال اسبوع، يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون نزل. هنكون احنا خدنا وحدتين، هنكون احنا خلصنا وحدتين من الترم الاول، وهو اول ما ينزل ان شاء الله تحاول ان انت تكلم المكتبه اللي عندكم في البلد، بحيث ان هي تكون حاجزه لك نسختك مثلا، بحيث تروح تاخد، لان اعتقد بتنزل نسخ محدوده مش بينزل كتير. يعني ساره بتقول لي والمنهج هيخلص كده امتى؟ بالنسبه لشهر 4 اللي احنا فيه ده، احنا عندنا 15/4، ممكن ناخد فيه اربع حصص او خمس حصص بخمس وحدات. شهر 5 بقى هحاول ان انا ازود لكم حصص، لان اولى وثانيه ثانوي عندي في السنتر هيكونوا قعدوا، فهيبقى في مواعيد فاضيه عندي، فممكن ان احنا ابعت على الجروب اللي احنا هنعمله للمجموعه دي. ماشي يا ساره، مفيش مشكله، اسالي براحتك عادي. عامله لي ايموشن ان هي بتسال كتير يعني. بص يا ستي، المنهج ان شاء الله ممكن نخلصه، ممكن نكسب بقى في بدايه 5 او ال 10 ايام مثلا، وان احنا نخلص المنهج ناخد وحدات زياده، ناخد حصص زياده اقصد، يعني ممكن ناخد مثلا خمس حصص في الاسبوع، اربع حصص في الاسبوع، على قد ما نقدر. هتفق معاكم على الجروب ونشتغل فيه. اسامه بيتكلم بيقول لي بالنسبه للمحادثه، وبعت لي قلب. ماشي يا عم، انت بتعكس يا عم. ماشي يا عم اسامه، بالنسبه للمحادثه يا اسامه ان شاء الله هنحاول في مثلا دايلوج زي ده مثلا كده، زي ده هتلاقي واحنا شغالين في الكتاب، اعتقد هيبقى في دايلوج زي مثلا زي ده. Did you go to Giza؟ هلا، هل انت رحتي الجيزه يا هلا؟ طبعا ممكن هلا ترد عليها تقول لها مثلا Yes I did. الاجابه هنا هتبقى Yes I did. طيب اميره سالتها سؤال تاني، خد بالك دي اجابه يعني اخرها فول ستوب، يبقى انت لازم هنا تحط اجابه مش سؤال. خد بالك من البنكتويشن قوي في الدايلوج، علشان تبقى عارف انت مطلوب منك سؤال ولا مطلوب منك اجابه، ولا مطلوب منك سيتويشن، ولا مطلوب منك كويستشن تاج، يعني سؤال مزيل. الحاجات دي كنت شرحتها على اليوتيوب برضو في حلقات ممكن ترجع لها. طيب لو انا كتبت بقى، لو انا عايز اعمل سؤال، قالت I went there by car، انا رحت هناك بالعربيه، المستر قال لي لما الاقي كلمه باي كار دي، يبقى انا المفروض مطلوب مني هنا ان انا احط اداه استفهام اسمها هاو. لما اجي اسال على وسائل المواصلات بستخدم اداه استفهام اسمها هاو. جميل. وبعد كده الفعل ده في الماضي، اللي كلمه went دي في الماضي، يبقى انا لازم اخد هنا كلمه did. بدام الفعل في الماضي يبقى انا لازم اخد هنا كلمه did. الفعل بتاع الجمله اي لازم يتحول لكلمه يو، يبقى هاو ديد يو. وبعد كده went دي بتتحول لكلمه go، وبعدين بكتب بقى كلمه there في الاخر مثلا. طبعا انا بكتب بالماوس فالكتابه مش واضحه قوي. هاو ديد يو جو ذير، هاو ديد يو جو ذير. يبقى انا ممكن اكتب لك بقى مثلا كده، لو فتحنا ورقه وورد هقول لك مثلا السؤال ده هتكتب فيه how did you go there. طبعا قلنا، وطبعا هتحط كويتشن مارك في الاخر، قلنا ده الرقم اللي انت هتحول عليه الكاش، ده الرقم ده عشان الناس اللي بتسال برضو، ده الرقم بتاع التحويل للحصص، اللي هو الرقم اللي فوق ده اللي هو 010-100-560-86. بس ممكن علشان نوضحه اكتر يبقى كده 5
وبعدين 6086 ده الرقم اللي احنا ممكن نحاول عليها، هنحاول عليه الحصص باذن الله. ده السؤال اللي احنا خدناه، هاو ديد يو جو. اول حاجه بنحط اداه استفهام، بعد كده بنحط فعل مساعد او ناقص اللي هو مثلا كلمه ديد، وبعد كده الفاعل اللي هو كلمه يو، وبعد كده الفعل في المصدر اللي هو كلمه جو. يبقى انت كده عملت سؤال مفيش اي مشكله بالنسبه لك. هاو ديد يو جو ذير، يعني كيف ذهبت الى هناك. ازيك حضرتك يا استاذ؟ اهلا بيكي يا ندى، اهلا بيكي. انا بس كنت عايز اسال سؤال، يعني اتفضلي. هو ايه احسن كتاب مثلا بوكليت ممكن احل منه؟ انا بقول لك من وجهه نظري، انا بعد ما ذاكرت انا عندي حاجه في اللغه الانجليزيه اسمها ايه، او حاجه مهمه جدا لازم اخد بالي منها، اللي هي ايه دي؟ مفيش حاجه في الدنيا من غير براكتس، دي اسمها امسح ده بس كده. لو بصينا كويس هنلاقي ان في مثل انجليزي بيقول براكتس، دي الكلمه الاولى براكتس، وبعد كده ميكس، وبعدين بيرفكت. يعني ايه بقى براكتس ميكس بيرفكت يا مستر؟ يعني ان انا اتمرن كتير وان انا احل كتير، ده اهم من الشرح، لان انا في افكار ممكن تجي لي وانا بحل كده تسهل عليا الحل، او ان انا من خلال ان انا بحل جمله واثنين وثلاثه وعشره وعشرين وخمسين وميه ومتين وتلتميه، خلاص اوريدي انا بقيت واقف على ارض صلبه. لما يجي لي امتحان فيه 15 جمله ولا 20 جمله، لا 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 ان شاء الله احلهم، ما يبقاش عندي اي مشكله، خصوصا ان انا بحل على كل يونت. كل لما احل على يونت يبقى الموضوع بالنسبه لي افيد واشمل، لان انا ببقى مركزه معاه قوي. طبعا على فكره دوركم انكم تبقوا مركزين وانتوا بتحلوا. يعني ايه مركز وانا بحل؟ يعني ابقى مذاكر اليونت كويس. ده يونت، انا مش بقول لك ذاكر ال 12 يونت، بقول لك ذاكر يونت واحد بس. هذاكر اليونت كويس، كلماته ليسن 1 و2 وليسن 3 و4 بذاكرهم كويس من اي ملخص بقى خارجي معايا او وات ايفر، او مثلا مذكره او يوتيوب. المهم انك او انت مبيضه الكلام ده عندك من اول السنه في كراسه. كمان بالاضافه لان انا علشان ابقى طالب ذكي لازم اكون مراجع الجرامر كويس قبل ما نبدا حل، ببقى مراجع الجرامر بتاع اليونت كويس والكلوكيشنز والتجميعات والحاجات دي والسينينم والانتينم علشان ابقى مقفلاه. بعد كده بقى المستر يبدا يحل معايا 200 جمله ولا 250 جمله، هيضيف لي افكاري، هيبقى معايا كراسه بقى، الكراسه دي بدون فيها ورا المستر اي حاجه هو بيقولها، مثلا قال كلمه انا ما كنتش عارفاها اكتبها، في قاعده جرامر هو قالها اكتبها. يبقى انت بالاضافه للدروس اللي انت خدتيها طول السنه هتبداي تاخدي مني معلومات جديده وتضيفيها للباك جراوند بتاعتك او الحصيله اللغويه بتاعتك، الى حد ما هتلاقي الموضوع فيه كم استفاده رهيب جدا. انك لما تاخدي 12 يونت وكل يونت تحل فيه 200 جمله ولا 250 جمله، دي حصيله اعتقد كافيه جدا ومفيده جدا انك تخش الامتحان وارضيه صلبه زي ما بيقول. انا مستر مشكلتي ان انا من اول السنه ما بحلش بس غير تشوز، يعني اغلب حلي بيكون تشوز بس. جميل، اغلب حل تشوز بس. الكلام ده انا اتكلمت فيه وبعتت على الجروب بتاع التليجرام بتاعي اكتر من مره. يا جدعان اللي عايز يشترك في حصص سكيلز بس ممكن يتواصل معايا خاص ونتكلم. انا كانت المجاميع بتاعتي ما بتزيدش عن 5، كنا بنشتغل سكيلز بس من اول السنه. دلوقتي بقى بالنسبه لهم السكيلز دي يعني زي المايه الساقعه، انه يحل دايالوج او يحل باراجراف او يحل كومبريهنشن او يحل ترانسليشن، الموضوع ده بالنسبه له سهل جدا جدا جدا، لانه قلت له بقى التريكات كلها وقلت له الافكار كلها. كان المفروض يعني انا بهتم بالموضوع ده، انا مش بحل تشوز بس، اللي تشوز 20 جمله ب 10 درجات، بقيه الامتحان 30 درجه، 30 درجه سكيلز. يبقى انا بحاول ان انا برضو ادخل السكيلز معايا ان شاء الله، برضو هنحاول نركز عليهم شويه واحنا بنحل. يعني لو في اي حاجه خاصه بالدايلوج او كده هحاول اتك عليها معاكم شويه برضو ونحاول نلم الدنيا. يعني هو السكيلز غير الحصص بتاع حل الكتاب المرشد؟ السكيلز ايوه. بصي هو انا مش هقطع نفسي والله، يعني هو السكيلز دي يا جدعان قصه ثانيه خالص. احنا دلوقتي المفروض ان انت لما انا احل كتاب المرشد يبقى انا ثواني يا اسامه بس انا بتكلم، انا هخلص كلام معاها وهرد على الاستفسارات اللي اتبعتت لي في المسجز. بالنسبه للسكيلز انت المفروض اوريدي من اول السنه حليت على يونت 1 يونت 2 يونت 3، سواء بقى في سنتر او اونلا او يوتيوب او اي حاجه، وات ايفر انت اشتغلتي من ايه، يعني عندك باك جراوند للوحدات كلها. وكمان وانت ماشيه في السيكونس ده او في السياق ده،
المفروض يبقى السكيلز معاكي. يعني انا مثلا كل شهر مثلا على الاقل المفروض ان انا باخد حصه او حصتين سكيلز، يا مستر حل معايا مثلا قطعتين ثلاثه، يا مستر حل معايا مثلا خمسه سته دايلوج، يا مستر فهمني الدايلوج بيتحل ازاي. انا علشان برضو يعني اسهل على الناس عملت على التليجرام حاجه اسمها على اليوتيوب، معلش على القناه برضو، علشان بصي لو جيتي بصيتي هنا كده في القناه انا قلت لك هتكتبي بس مستر محمد عاطف في السيرش بتاع اليوتيوب، هتكتبي مستر محمد عاطف وبعدين هتخش هنا في الـ في الـ في القوائم التشغيل على القناه طبعا، وبعد كده قوائم التشغيل بتاعه القناه، وبعدين هتلاقي حاجه هنا اسمها الاسئله المهاريه اللغه الانجليزيه. الاسئله المهاريه اللغه الانجليزيه دي هتلاقي سلسله فيها ازاي احل الباسج، ازاي احل الباراجراف، ازاي احل الدايلوج، الجزء الثاني لحل سؤال الدايلوج، ازاي احل حل نموذج القطعه الثانويه عامه، قواعد وفنيات الترجمه جزء اول، وقواعد وفنيات الترجمه جزء ثاني، وقواعد وفنيات الترجمه جزء ثالث. المفروض الحاجات دي على الاقل بقى دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها دي كل اسبوع اسمع لي الحلقه، اسمع حلقه او اسمع الحلقه دي، بحيث ان انا اضيف للباك جراوند بتاعتي. يعني مش بس تشوز، لازم احل كده، لازم يبقى فيه سكيلز. فانا علشان كده برضو سهل. طب حضرتك تبدا امتى حصه السكيلز؟ هو انا اوريدي شغال مع ناس بس هم شغالين للاسف برايفت، يعني اللي بياخد من زمايلكم كتير في الجمهوريه وبره مصر كمان، في ناس بتبقى معايا بره مصر شغالين برايفت علشان يبقى مركز مع نفسه، يقول لي مثلا اشرح معايا الساعه ونص مثلا بنحل دايلوج النهارده، بس نحل مثلا 20 دايلوج. لما تحلي دايلوج واثنين وثلاثه، انا قلت لك في حاجه مهمه جدا اللي هي دي، اللي هي ايه؟ اللي هي براكتس ميكس بيرفكت. كل ما احل دايلوج واثنين وثلاثه واربعه وخمسه غير لما احل واحد بس، غير لما ما احلش خالص. اكيد هتفاجئ في الامتحان لما يجي لي جزئيه انا مش عارفها، انما انا لما احل كويشن تاج كويشن تاج، واحل سيتويشنز، واحل كويشن، واحل انسر، واستخدم دو وداز وديد امتى، وامتى الجمله تبقى من غير فعل مساعد، وامتى الجمله تبقى بفعل مساعد، وامتى احط فعل اساسي، وامتى اشيل الفعل الاساسي. الحاجات دي بالتدريب بقى بتبقى مره واثنين وثلاثه بتظبط معايا ودنيتي بتظبط. بس هي دي الفكره. يعني كل واحد عامل مجموعه خاصه بنفسه، يعني مش انا كنت عامل من اول السنه ان كل واحد اللي عايز يا جدعان ياخد لوحده تقريبا الحصه كانت ب 30 جنيه، فهم في ناس اشتركت، في ناس اشتركت معايا من اول السنه السكيلز بس، وفي ناس اشتركت معايا في مجموعه شغاله معايا منهج شغالين حد واربع الساعه 9، وصلنا الوحده الثامنه او التاسعه بناخد اليونت في حصه برضه، وفي ناس بقى بدات تشتغل معايا اهو حل كتاب المرشد. المفروض ان الناس دي اوريدي واقفه على رجلها، يعني دي مش يعني انا مش مسؤول عنها بنسبه كبيره. حاولت اساعدكم على اليوتيوب والله، وحاولت ان انا احط بعض المقتطفات كده بحيث ان الناس تراجع والدنيا تبقى تمام معاها. طيب في ناس كتبت في الشات، في الشات القطع هو الافضل ان اراجع واحل بعدها واسمع حضرتك. عيشة بتقول الافضل ان اراجع، ايوه طبعا لما تراجع على يونت 1 انا بقول لك راجع يونت واحد بس، طبعا ده حاجه كويسه جدا انك تراجع اليونت شويه الكلمات بتاعته والقاعده بتاعته 100 100. بعد كده بقى ضيفي بقى اللي انا هقوله لك وتكتبي ورايا وتدوني ورايا اول باول. اسامه بيقول لي القطعه مستر، القطعه دي قلنا سكيلز، بتقول لي ممكن تعمل لنا مجموعه، اسامه بيقول ممكن تعمل لنا مجموعه يا مستر. تالوس دي بتقول انا مش عارفه تالوس جت منين، والله ولا انا، يعني انت لو بتساليني انا مش عارف برضو انت هي جت منين، بس انت اللي كاتبه كده، ده الاكونت بتاعي. طب اسمك ايه؟ طيب عرفينا باسمك او عرفنا باسمك، مش عارف. ندى بتقول لي مستر ممكن اسال سؤال تاني؟ اتفضلي يا ندى. اسامه بالنسبه بتقول لي ممكن تعمل مجموعه مستر السكيلز، هحاول والله يا اسامه، هحاول ان شاء الله برضو على الجروب لو في وقت، بس انا فعلا حرفيا ما عنديش وقت لان انا من 6 الصبح. يا مستر انا ولد اسمه امين متابعك من زمان. ماشي امين، ثواني بس هرد على اسامه وبعدين اكلمك. اسامه انا شغال من 6 الصبح في المعهد لحد الساعه 1، ومن الساعة 1:30 لحد الساعة 5 شغال اونلاين، ومن الساعة ومن بعد الفطار من بعد التراويح من الساعة 9 للساعة 12 بالليل بشتغل اونلاين، فحرفيا ما عنديش وقت، بس علشان برضو ما اسيبش اليوتيوب والقناة بحاول ان انا على قد ما اقدر افيد الناس. لو عندي والله العظيم نص ساعة او ساعة فاضيين بقعد بسيب ولادي على جنب وبقعد باليوتيوب بنسق الحلقات وبظبطها وبرفعها على اليوتيوب علشان الناس يعني تبقى برضو يبقى في استفادة، لو حد مش بياخد درس وكده يلاقي حاجة فري مجانا يعني ممكن ان هو يتعامل معاه. بس طبعا عشان المجهود لازم اعمل حاجة تبقى مدفوعة، وطبعا الحاجة المدفوعة بتبقى يعني ايه، الناس بتبقى
مركزه معاها اكتر شويه وبيبقى عايز يستفاد. طيب عشا بتقول انا قصدي ان احل مع نفسي وبعدين اسمع ولا اسمع الاول؟ لا يعني لا اسمع الاول طبعا، احنا لازم نحضر الحصه عشا الاول زي ما قلت لك كده هنشرح فيها، وبعد كده بقى تبداي انت تحلي مع نفسك بقى بعدين. طبعا الكتاب هيبقى كله معاكي محلول، يعني اليونت بالكامل هيبقى محلول، فانت ايه تراجعي بقى طب ليه خدنا دي علشان كذا، طب دي ترجمتها ايه، معاكي بقى قاموسك في البيت او القاموس بتاعك على الموبايل بتاعك لازم طبعا الف ب، واي كلمه صعبه بكتبها، واي كلمه صعبه لازم يبقى معايا كراسه بكتب فيها الكلمات الجديده عليا اول باول. طبعا هقول لكم الكلام ده واحنا شغالين. طيب نرجع بقى تاني لسؤال تاني، واحد بيقول ندى بتقول ممكن اسال سؤال تاني، اتفضلي يا ندى. ندى بتقول يا مستر انا بحل بوكلتات من كتاب اسمه ماي نيو فريند، ده تمام وحلو ولا المرشد افضل؟ والله يا ندى انت واتيفر اللي انت عايزاه، يعني بتحلي من، قلت لك اللي بيحل من كتب خارجيه مفيش اي مشكله يحل عادي ويزود حصيلته اللغويه. طب دلوقتي ايمان دخلت معانا، امين معلش يا امين ممكن تسال لو انت عايز عندك سؤال، امين اتفضل اسالني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيبي؟ بس هو الراور عشان شغل المايك ده مش عارف، لقيت المايك دلوقتي تحت. طب الحمد لله ان انت لقيته، الحمد لله. افحص مع الشرطه، قول لي اتفضل لو عايز اي، عندك اي استفسار اتفضل اسالني انا تحت امرك. معلش بس هو احنا هنخلص يعني حل المرشد في طب حصص. انا قلت لك ان شاء الله، ان شاء الله يعني باذن واحد احد ست حصص بست وحدات ان شاء الله، لو حتى لو فضل حاجه هقول لك حلهم في البيت مثلا ونحاول نراجع عليهم سريعا، هنحاول نحل بسرعه ونسرع الشرح بحيث ان اليونت يبقى في حصه علشان انت برضو ما تتكلفش ازيد من اللازم، كفايه قوي 10 جنيه في اليونت، يعني انا شايف ان هو كافي جدا بحيث ان احنا نخلص اليونت كاملا. طبعا مش هيبقى في شرح مكثف شويه لان احنا بنحل مش بنشرح، احنا بنحل مش بنشرح، بس لو في جزئيات مهمه هقول لك اكد على دي علشان كذا واكد على دي عشان كذا، وانت بقى معاك ورقه وقلم جنبك على طول، وقلت لك في مكان بعيد عن الدوشه، وتبدا تدون ورايا كل اللي بقوله، كلمات جديده، قواعد جديده، فوكاب جديده، سينونيمز جديده، كله تكتب على طول. وهحاول برضو بعد الحصه لو في امكانيه هحط ملفات بي دي اف، هحط ملفات بي دي اف برضو يعني ممكن الناس تستفاد بيها. طيب دلوقتي مين تاني لسه داخله معانا؟ في يارا، يارا اعتقد يارا ياسر، اتفضلي يا يارا لو عندك استفسار اتفضلي. يا ساره بتقول يا مستر يعني في امل ان هعرف احل اخر السنه ولا ايه؟ اكيد يا ساره اكيد. بصي مفيش حاجه اسمها مفيش امل، طول ما احنا عايشين طول ما في امل ان شاء الله يبقى كويس جدا، بس اهم حاجه يبقى انت عندك اصرار، يبقى انا عندي اصرار. الانسان لو ما عندوش عزيمه واصرار واراده عمره ما هيبقى كويس. خدي بالك محدش في الدنيا دي عايزك احسن منه الا باباكي ومامتك ومدرسك، باباكي ومامتك اكيد عايزينك احسن منهم، عمك مش عايزك احسن من ولاده، خالك مش عايزك احسن من ولاده، انما باباكي ومامتك عايزينك احسن من اي حد في الدنيا. كذلك المدرس بيسعى بكل الطرق وبكل الوسائل انه يفيدكوا ويحاول ان هو يديكوا باك جراوند تبنوا عليها، زي بالظبط اما واحد بيبني بيت بيحاول ان هو ياسسه ويحط الطوبه دي هنا والطوبه دي هنا ويحط الاسمنت كذا على كذا ويظبط الدنيا الاستراكشر او التركيب علشان انت بعد كده بقى تقدري تنمي نفسك وتثقلي الموهبه دي، وخصوصا ان خصوصا ان الكليه ما فيهاش شرح، يعني هي دي السنه الوحيده، طبعا ما فيش كليه في الازهر ما فيهاش انجليزي، فالى حد ما لازم اكون عندي حصيله عشان اعرف اتكلم مع الناس، وعلشان انا لو دخلت كليه واوريدي قلت لك كل كليات الازهر فيها انجليزي ابقى واقفه على رجلي برضو وعندي باك جراوند كويسه ما حدش يضحك عليا، خصوصا كمان ان السنين اللي جايه كلها انجليزي وكمبيوتر، يعني اللي مش عارف سوشيال ميديا واللي مش عارف انجليش ده هيضيع في الزحام، الدنيا قاسيه جدا وطاحونه شغاله، فانت لازم تبقى كويس وتحاول على قد ما تقدر تفيد نفسك ازاي باي وسيله وباي طريقه، كل شيخ وليه طريقه، استخدم طريقتك بقى وذكائك وفي مذاكرتك وفي اكل عيشك. انا مدرس بركز في اكل عيشي، الدكتور بيركز في اكل عيشه، المهندس بيركز، انت طالب برضه كتابي وكراستي وقلمي ودروسي وبس في الفتره اللي انت فيها دي، وبعد كده بقى ربنا طبعا وقل اعمله، انت هتشتغل وربنا هيوفقك للي هو عايزه، ودي حاجه بايد ربنا، بس انت برضه لازم تاخد بالاسباب. ايه الاسباب؟ ان انا اذاكر كتير واخلص مذاكره واذاكر تاني واخلص مذاكره واعيد وازيد، ما ورايش حاجه، دي شغلتي، يعني انت شغلتك طالب لازم تأديها كويس، لو انت مش هتعرف تأديها كويس في ناس كتيرة غيرك بتأديها كويس، علشان كده بيخشوا طب وصيدلة وهندسة،
فانت مش اقل من حد، انت عندك عين وراس. كل اللي ليه عين وراس بيعمل زي الناس، انت عندك عين وراس وهو عنده عين وراس، هو دخل طب وانت ما دخلتش ليه؟ انت ذاكر، عندي قصور بحاول اخد درس، باباك بيوفر لك انك تاخد درس، ان مدرس يقعد يشرح، يقعد معاك يشرح لك 200 جمله و300 جمله، انك تروح سنتر تاخد حصه، الحاجات دي كلها هتفيدك كتير. طيب دلوقتي في حد بعت رساله، القران حياه، بيقول لي مستر هو كتاب المرشد فيه اسئله دايلوج وباراجراف وترجمه؟ ايوه الكتاب قدامي فيه دايلوج وفيه باراجراف وفيه ترجمه برضه. مستر امين بيقول لي هتحل حاجه يا مستر في الحلقه دي كتجربه؟ انا حليت بالفعل امين شويه حاجات كده. طب هوريك مثلا تجربه، مثلا زي ان احنا فتحنا قلنا ال ده دايلوج اهو جاي لي في الامتحان وقال لي حل يا عم الحاج. مثلا supply the missing parts in the following dialogue، يعني كمل الناقص في المحادثه دي. انا ما لحقتش اشوف الحلقه، الحصه دي متسجله هنزلها يوتيوب على فكره، الحصه دي متسجله وهنزلها يوتيوب دلوقتي بعد ما اخلص معاك. supply the missing parts in the following dialogue يعني اكمل الناقص في هذه المحادثه. where were you yesterday afternoon؟ طبعا انا عارف ان كلمه where you دي لازم تحطها في دماغك بقى ما تنساهاش ابدا. where you دي بتتحول لكلمه I was. where you دي بتتحول لكلمه I was. يبقى انت كنت فين امبارح الظهر؟ فقال له home with my family. يبقى هنا لازم تكتب لي هنا كلمه ايه؟ I was، وبعدين لازم تكتب حرف جر اسمه at. انا كنت فيه، كنت فين يا عم الحاج؟ I was at home with my family. طيب did you watch the match between الاهلي عند الزمالك؟ اتفرجت على الماتش بين الاهلي والزمالك. فصاحبه قال له حاجه، وبعدين ساله تاني قال له الاهلي won 5-1، يعني الاهلي فاز 5-1 كالعاده يعني. فطبعا did you watch the match between الاهلي عند الزمالك؟ ممكن يقول له no I didn't، لا ما اتفرجتش عليه. No I didn't. وطبعا لو المحادثه ان هو اتفرج عليه هيقول له yes I did. لو جينا بصينا كده كويس، A قال له انت كنت فين امبارح؟ B قال له انا كنت في البيت مع عائلتي. ف A قال له هل انت اتفرجت على المباراه بين الاهلي والزمالك؟ ف B قال له حاجه. ف A قال له يبقى هنا هيقول له yes I did، لان هنا بيقول له اتفرجت عليه وبعدين ساله عن النتيجه. يبقى هنا المفروض هيبقى yes I did، هيكتب له هنا yes I did. طيب وبعد yes I did هيستخدم ايه بقى؟ هيقول له حاجه، هيقول له what was the result. what was the result يعني ايه كلمه what was the result؟ يعني النتيجه كانت ايه؟ الاهلي won 5-1. فايه قال له حاجه؟ قال له it was an exciting match. طبعا كلمه exciting match ده يبقى لازم اسال عليها بكلمه how. how يعني كيف، كيف كانت هذه المباراه؟ هقول طبعا how was it اداه استفهام وبعدين فعل مساعد وبعدين فاعل. how was the match، the match، او ممكن اقول how was it كده. يبقى انت خدت الاربع درجات بتوعك، مفيش اي مشكله. يبقى دي ده دايلوج بيتكلم على حد بيتكلم على ماتش معين، واستخدام بقى هنا عملت جمله وهنا عملت اجابه وهنا عملت سؤال وهنا عملت سؤال. طبعا بيعتمد قلت لك على تكوين السؤال وتكوين الاجابه بشكل كبير جدا. طيب ده سريعا كده على اللي هو الدايلوج ده. طب تعالى نشوف حاجه كده ثانويه عامه مثلا دايلوج ونحله سريعا مع بعض كده برضو. اعتقد انا حليت برضو على اليوتيوب حاجات كتيره، هحل معاكم مثلا امتحان ثانويه عامه قبل كده في الدايلوج ونشوف هنعرف نحل ولا لا. هو المفروض مطلوب مني هنا بيقول لي، طبعا ده كان امتحان شهاده السنه الازهريه 2012-2013 اللغه الانجليزيه القسم العلمي. وليد بيكلم طارق بيقول له I haven't seen you for ages، ما شفتكش بقالي سنين. وقام ساله سؤال فقال له انا كنت في لندن بقالي سنه. يبقى السؤال هيبقى هنا ايه؟ Where have you been؟ Where have you been؟ انا كنت في لندن. يبقى لندن ده مكان، هحط هنا where، وبعد كده ببدل الاثنين دول مع بعض كده، يبقى where have you been؟ انت كنت فين يا عم؟ قال له انا كنت في لندن بقالي سنه. فقال له what were you doing there؟ بتعمل ايه هناك؟ كنت بتعمل ايه في لندن دي؟ انا قلت لك ان كلمه where you علشان جت ثانويه عامه قبل كده بتتحول لايه؟ تتحول ل I was. يبقى where you طبعا عشان اجاوب على السؤال بعمل ايه؟ بشيل دي واشيل دي وابدل الاثنين دول مع بعض. يبقى I was مثلا doing. طبعا لو كملت الجمله هيقول له انت كنت بتمنح درجه الدكتوراه البي اتش دي اللي هي الفلسفي ديجري درجه الدكتوراه. يبقى هو كان بيعمل ايه هناك؟ I was doing my PhD او I was taking my PhD، انا كنت باخد الدكتوراه بتاعتي. فقال له يعني انت كنت بتمنح الدكتوراه، وبعدين حط كومه
وبعدين حط كويتشن مارك. في هنا كويتشن مارك، اه في هنا كويتشن مارك اهي، حط كويتشن مارك، يبقى ده سؤال مزايل على طول. ده سؤال مزايل بدم في هنا كوما وبدم في هنا كويتشن مارك وقبلها جمله وتحت يس او نو تاني، لو في هنا جمله وبعدين كوما وبعدين شويه كلمات صغيرين كده وكويتشن مارك وتحت يس او نو، يبقى ده سؤال مزايل. سؤال مزايل كلمتين، سؤال مزايل بيكون من كلمتين. الفعل المساعد اللي هو كلمه هاف هتكتبه هنا منفي، هيبقى هافنت. هاف هتبقى هافنت، وبعد هافنت بعمل ايه؟ بحط كلمه يو، بتفضل زي ما على فكره السؤال المزايل يو بتفضل يو، اي بتفضل اي مش بتحول. يبقى السؤال المزايل ده هيبقى هافنت يو. كلمه هافنت يو معناها ايه؟ معناها اليس كذلك. فقال له يس اي هاف، قال له كونجراتوليشن تهنئتك. يبقى تاني الدايلوج ده سهل جدا، اخد ثلاث درجات بطريقه سهله جدا. انا ما شفتكش بقالي سنين، وير هاف يو بين، انت كنت فين يا عم؟ قال له اي هاف بين تو لندن فور ا يير، كنت في لندن بقالي سنه. وات وير يو دوينج ذير، كنت بتعمل ايه هناك؟ I was doing my PhD او I was taking my PhD. قال له اه يعني انت كنت بتمنح الدكتوراه، وطبعا سؤال مزايل هيبقى haven't you، فقال له yes I have، قال له congratulations. ده سريعا كده على دايلوج برضو جات ثانويه ازهريه قبل كده حليته معاكم سريعا كده. طيب دي كانت بعض الاستفسارات اللي انا كنت حابب برضو ان انا اشارككم او انتم تشاركوا معايا. حد عنده استفسار اخير؟ لان احنا فاضل لنا 10 دقائق علشان انا عايز بقى اقوم اصلي القيام. ها حد عنده من الموجودين عنده استفسار تاني ممكن يسالهني؟ فانا بسجل الغياب اول باول، اللي انت الحصص اللي انت سجلتها بحطها في ملف كده، بيبقى اسمك وانت حضرت ولا ما حضرتش. طبعا اول حصه ان شاء الله هتبقى بكره. كل الناس بقى اللي طبعا في ناس كتيره بعتت لي الفلوس وبعتت لي بياناتها، بس انا ما فيش وقت ان انا اسجل، فهقعد بقى اسجل الاسماء دي ونشوف ان شاء الله. اشوفكم بكره ان شاء الله. هبعت الجروب على هبعت اللينك على الجروب قبل الحصه بدقيقتين ثلاثه او بخمس دقائق، بحيث انت تكون جاهز. طبعا قلت لك جاهز مكان بعيد عن الدوشه، قلمك وكراستك، وتكتب ورايا على طول، لان هنحل كتير في وقت قليل، فنحاول على قد ما نقدر كده نستفاد اقصى استفاده من الحصه. في رعايه الله، واشوفكم ان شاء الله بكره ان شاء الله. يا دكتور. ايوه يا عمر. ايوه يا عمر اتفضل. لو سمحت بس ممكن تعلمنا ازاي نكتب باراجراف؟ ازاي نكتب باراجراف؟ قلنا على الـ على الـ على اليوتيوب انا عملت حلقتين لكتابه الباراجراف للطلبه الضعيفه جدا وللطلبه اللي اهو. يعني هنا لو جيت كده، لو جيت بصيت في قائمه التشغيل بتاعه القناه هتلاقي اهو ازاي احل سؤال باراجراف 2022، هتلاقي له وكمان ازاي احل سؤال باراجراف. اعتقد في سلسله المستر بيحل برضو، عملت اكتر من باراجراف، عملتهم ازاي تعمل باراجراف كامل متكامل من خمس جمل تقريبا، من خمس جمل بس تعرف تعمل باراجراف. كتبت حاجات كتير يعني، مثلا هنا اعتقد، بص ثواني هوريك مثلا في المستر بيحل فين، سلسله المستر بيحل اعتقد فوق هنا اهوت. لو جينا فتحنا كده بس ابعت لوجه قائمه التشغيل على الجروب تقريبا اهو. ده باراجراف الازهر علمي السنه اللي فاتت من سبع جمل بس، العاصمه الاداريه من خمس جمل بس، تريكات ثانويه عامه من اربع تريكات، وبعد كده عندك مبادره حياه كريمه لو جات لي في الامتحان، لان دي مهمه جدا، اللي هي النيتف ذا ديسنت لايف انيشيتيف، مهم جدا انك تعرف عنها. من خمس جمل بس ممكن تكتب باراجراف قوي جدا، وكمان العاصمه الاداريه الجديده من خمس جمل ممكن تكتب باراجراف قوي جدا، وكمان امتحان. طبعا كونك بتتمرن كتير هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. القوائم التشغيل انا قلت لك بس هتكتب في اليوتيوب مستر محمد عاطف وتخش على القناه وتخش على قوائم التشغيل، بس في اليوتيوب مستر محمد عاطف وتخش على القناه وعلى قوائم التشغيل، هتلاقي الدنيا معاك زي الفل يعني. ندى بتقول معلش معلش حبيبي حبيبي. ندى بتقول لي معلش مثلا سالت سؤال فوق كده معلش جاوب لي عليه قبل ما تقفل اللايف. فين يا ندى؟ فين يا ندى؟ فين يا ندى؟ مش شايفه بصراحه. ندى اهي. مستر الانجليزي ده يتلم ازاي؟ انا مشكلتي في السكيلز او الجرامر على قد ما مشكلتي في الفوكاب. انا من اول السنه كل احفظ كلماته وانساها، وبعد وقت طويل جدا في الانجليش يعني بجد بياكل مني اليوم كله، بفضل اجلد في زاد بقى طول اليوم. لو عند حضرتك حل ممكن تفيدني. الكلام ده ندى ممكن بقى يبقى انت تاخدي برايفت، يعني الكلام ده ممكن تاخدي برايفت علشان انت بقى تلمي دنيتك دي. ممكن ان انت تخصصي مثلا حصه في الاسبوع او تتواصلي معايا، ممكن يبقى الحصه بس هتبقى بدري قوي، يعني ممكن تبقى الساعه 6 الصبح مثلا. احاول بقى ان انا يعني لو في ناس ممكن يخشوا معاكي في مجموعه ماشي، لو انت عايزه تبقي برايفت علشان نركز على السكيلز بس. طبعا قصه ثانيه غير كتاب المرشد نهائيا يعني. طيب عمر حسن سال،
خلاص ان شاء الله كده يبقى احنا خلصنا اللايف بتاعنا النهارده. واشوفكم. امين بيقول لي هو يا مستر لو انا عايزك تشرح لي مثلا حصه برايفت واحده هتكون دنيتها ايه؟ اه الحصص البرايفت بتبقى ب 30 جنيه الحصه. ممكن ان احنا بقى لو انا عندي معاك فاضي هكلمك هقول لك، ما انت تبعت لي خاص كلمني تليجرام خاص، ممكن ان انا اقول لك مثلا لو انا مثلا عايز اخد حصه دايلوج بس، او لو انا عايز حصه باراجراف بس، او لو انا كلمني خاص تليجرام ممكن نتفق على التفاصيل دي مش عارف. طيب عموما احنا كده يعني جاوبنا اسئله كتيره قوي. انا هحط الحلقه دي برده يوتيوب لو حد من زمايلكم ما سمعهاش ممكن يسمعها. واشوفكم في حلقه جديده بقى. كان معاكم مستر محمد عاطف من قناه على اليوتيوب. السلام عليكم.